عشان اسف. ولا يا محمد انتوا ما عندكوش مشكله تطلعوا على الهوا؟ مفيش اي مشاكل. وتتكلموا اكيد طبعا للناس. لا بسال قبل ما نتكلم. احنا بنقدم رساله اللي اتعمل معانا بنحاول نعمله مع الناس. قول لي يا فندم انت استروكس ولا ايه؟ لا هو انا كنت مدمن هيروين. هيروين او ما خليتش مخدر ما شربتوش. لو الاستروكس ده كان طلع ايام ادماني النشط ايام كنت بتعاطى اكيد كنت هاخده. فانت هيروين حشيش. هو انا بداتها بالسجاير بعد سجاير. كده هيروين بعد كده بانجو ما كانش لسه الحشيش. الحشيش مش بقى متوفر شربت حشيش بعد كده دخلت على مغيبات. ايه مغيبات؟ معلش انواع برشام معينه يعني ما تقولش الاسماء. ما انا مش عايز اذكر الاسم يعني انواع برشام معينه البرشام بجميع انواعه بمعنى الاصح. اخدته كله. اخر حاجه وصلت لها الهيروين. الهيروين ده كان اخر تجربه ليه؟ دي كانت اخر تجربه. وبتشتريها عادي؟ بشتريها عادي. عادي. وكان بيجي لي دريفلي كمان يعني. كمان يوصل لك؟ بالتليفون قالوا انا في الحته الفلانيه يجي لي ادي له الفلوس واديه. قعدت قد ايه تتعاطى؟ انا قعدت 15 سنه اتعاطى مخدرات ككل. عمرك كام سنه لما بدات؟ انا عمري لما بدات كان حوالي 15 سنه. مين اللي خدك لل هو انا اللي خدت نفسي. انت اللي خدت نفسك؟ يعني عشان ما اقولش بقى. أيوة ايه الفكره يعني؟ هو الفكره ان في ناس كان طموحها ان هي تطلع اللي يطلع دكتور واللي يطلع مهندس واللي يطلع. فانا كان في سلوكيات من صغري كده ان انا حابب ده. انا عايز اجرب كل حاجه. عندي حب استطلاع. شايف ان اللي بيشرب السجاره راجل. شايف اللي بيشرب مخدرات بيتبسط. انا ما كنتش بعرف اتكلم مع بني ادمين يعني. ما كنتش بعرف اضحك. ما كنتش بعرف اهزر. ما كنتش بعرف اعمل ده الا وانا واخد مخدرات. فبدات معايا بالتجربه. وانا بس عايز اجرب السجاير. عايز اشوف عم احمد او عم اشرف او عم فلان بيشرب سجاره ليه. محدش قال لك عيب يا محمد؟ لا هو عيب دي مش اتقالت لي بس. يعني هي مش اتقالت لي. هو انا اتقال لي عيب واتقال لي كخ واتضربت وحصل معايا كل حاجه. ولا منعك؟ بس هو انا لسه ما استكفتش. انا شاب عايز اشوف. انا عندي مساحه. انا عايز اشوف. عايز اعرف ده هو بيشرب سجاره ليه. السجاره بتعمل معاه ايه. فلوس منين بتجيب؟ فلوس كنت باخد مصروف من ابويا وامي الاول. بعد كده بدات اشتغل. بقيت اخد فلوس الدرس اجيب بيها فلوس الدرس. فلوس. ما كنتش اروح الدرس طبعا. انا ما كنتش بروح المدرسه اصلا يعني. اصلا. يعني قول لي. ما كنتش بروح المدرسه. مقضيها حاجات. كنت مقضيها تجارب بمعنى الاصح. معمل تجارب. يعني عجبني المخدر دوت. عجبك؟ جربته عجبني. بفضل معاه فتره. جربت المخدر اللي بعده عجبني بفضل معاه فتره. المخدر في شله معاك ولا لوحدك؟ لا هو اكيد في شله معايا. لازم شله. لازم وسيله مساعده في كل حاجه. يعني في كل حاجه كان لازم وسيله المساعده. جربت المخدر ده لغايه ما وصلت للمخدر الاساسي بقى بتاعي اللي هو الهيروين. الهيروين هو جربته بقى يعني. بس ده غالي. مش طبعا كده؟ يعني هو غالي البيور بتاعه الاول انما حاليا هو بقى في المخدر يعني بقى بسعر بخس قوي. لا بيضربوه يعني. دلوقتي كمان الهيروين بيتضرب؟ اكيد طبعا اكيد. يعني هما بيجيبوا قد كده بيحطوا عليه كده. الكيلو بيعملوه يعملوا منه قد ايه؟ قول لي الكيلو بيعملوا بيضربوه قد ايه؟ الكيلو ممكن يعمل 10 كيلو يعني. كيلو 10 اكيد. لان هو زمان كان بمليون الكيلو دلوقتي بقى بكام؟ وماده الهيروين هي ماده الترمادول. الترمادول الاثنين بيتعملوا من الافيون. طيب محمد نفس